بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد فرضت جائحة كورونا على جميع دول العالم الاعتماد على إمكانياتها الذاتية، خصوصا في مجال الصحة والاقتصاد، كما ألجأت معظم الدول في حقل التربية والتعليم إلى إغلاق المدارس والجامعات ودعوة التلاميذ والطلاب إلى اعتماد التعلم الذاتي الموجه من طرف معلميهم وأساتذتهم. وهكذا تعاظم الاضطرار إلى استعمال تقنيات التعلم عن بعد عبر القنوات التلفزية ومن خلال إمكانيات الإنترنت الواسعة والفعالة، فنشطت محاولات إنشاء منصات ومواقع إلكترونية تعليمية وتعلمية تعمل على توفير دروس مركزة في مختلف المواد ولمختلف المستويات، والعمل على استثمار إمكانيات التواصل على الهواء بين التلاميذ وأساتذتهم للاستفسار والاستيضاح حول خلاصات الدروس المقدمة. فوجد التلاميذ إذن أنفسهم مضطرين لممارسة أشكال من التعلم الذاتي من خلال الإنترنت، سواء تحت إشراف أساتذتهم أو بدونه. فالظروف الراهنة التي صنعها وباء كوفيد-19 مناسبة مواتية للكلام عن التعلم الذاتي، الذي يعني اعتماد الفرد على نفسه وقدراته الذاتية لاكتساب المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات بصورة مستقلة كليا أو جزئيا عن المؤسسة التربوية، ويكون دافع التعلم الذاتي ذاتيا داخليا يدفع الفرد إلى تحسين وتطوير شخصيته ورفع قدراته ومهاراته ليكتسب القدرات الضرورية لمواجهة متغيرات الحياة ومتطلباتها المختلفة. ويعتبر أي نظام تعليمي ناجحا بقدر ما يتيح للتلاميذ من إمكانيات التعلم الذاتي والتدرج بهم في مراحل الاعتماد على النفس في تحصيل المعارف واتخاذ المواقف واكتساب المهارات وبناء الذات في كل أبعادها، وصولا إلى مرحلة الاستقلال النهائي عن المعلمين وإحراز التأهيل اللازم لخوض غمار الحياة وامتلاك القدرة على التكيف مع أوضاعها المتغيرة بكفاءة واقتدار. فالتعلم الذاتي يكسب المتعلم القدرة اللازمة لتحمل المسؤولية التربوية التي هي مسؤولية شخصية بالأساس، وتكون دائما موازية لمسؤوليات الأسرة والمدرسة والمجتمع، بل إن قيام هذه الجهات بمسؤولياتها التربوية لا تتحقق الأهداف المسطرة لها في غياب مسؤولية الفرد الذاتية عن الاستفادة من جهودها الكبيرة وإمكانياتها المتوفرة. فلا شك أن هذه الجائحة قد أبرزت أهمية التعلم الذاتي الموجه، والذي سيسمح بتطويره بل وتعميمه على أوسع نطاق التقدم المتسارع الذي تعرفه التكنولوجيا الرقمية، وذلك رفعاً للتحديات التي فرضها وباء كورونا. أسأل الله العفو والعافية.